شبكة شام الإخبارية. صباح الخير عبد الرحمن. وحمد. كل عام وأنت بخير، أنت وأهل درعا، نتمنى ذلك، ولكن يبدو بأن الأخبار تقول عكس ذلك. ماذا يحصل في الحراك؟ بالبداية أريد أن أتوجه بالتحية إلى الشهيد البطل فياض الصباغ مصور شبكة شام بحمص، الذي استشهد بالأمس في حي الحميدية بحمص استهدافه بصاروخ وتحول جسده إلى أشلاء. هذا الشهيد البطل كان يتوقف عن التصوير لإيصال ما يجري على الأرض من القصف ودراء النظام تحت الحصار. اليوم في محافظة درعا رغم القصف اليومي عمليات جيش النظام مستمرة، خرجت مظاهرات حاشدة والتكبير بدأ منذ فجر اليوم بعد صلاة العيد من معظم أحياء مدينة درعا ومدن قرى المحافظة. رد جيش النظام على هذه المظاهرات بقصف مدينة بصرة الحرير والمليحة الغربية والحراك، أيضا جرى قصف على درعا البلد على حي الأربعين، كما تم استهداف المظاهرات التي خرجت بحي القصور من إثنوى وأنخل بالرصاص الحي وجرت حملات دهم واعتقال. اليوم في مدينة الحراك جيش النظام يقوم بالقصف العشوائي، شدد من قصفه العنيف ويحاول اليوم الثاني على التوالي اقتحام المدينة من الجهة الغربية وسط قصف عشوائي على المنازل، وتدور الآن اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر وجيش النظام مما أدى لسقوط عدد من الجرحى لغاية اللحظة. الوضع الإنساني سيء جدا في مدينة الحراك، ما زالت المدينة تحت الحصار والقصف، هناك عشرات الجرحى منذ الأمس واليوم، جرحى اليوم والأمس لا يوجد مكان لإسعافهم من خارج المدينة بسبب الحصار، أيضا لا يوجد أي مشفى بالمدينة لعلاجهم بعد أن تم قصف المشفى الوحيد بالمدينة بالأمس. نعم عبد الرحمن. أيضا في اشتباكات دارت اشتباكات عنيفة في مدينة الصنمين بين الجيش الحر وجيش النظام، وأيضا في بلدة المليحة الشرقية دارت اشتباكات لتخفيف الحصار على الحراك مع الأرتال والتعزيزات التي تحاول الذهاب أيضا إلى مدينة الحراك. مدينة الحراك مهددة بوقوع مجازر جديدة إذا اقتحمها جيش النظام، الجرحى بالعشرات، وأيضا النظام يتحلف لهذه المدينة منذ عدة أشهر يقوم بقصفها ويحاول اقتحامها. نحن نحذر من مجزرة كبيرة إذا اقتحم النظام مدينة الحراك. طيب يا عبد الرحمن، بس لنفهم، الحراك منذ أيام والمعلومات معلوماتكم تقول أنه تقتحم، هل هي نفس المحاولة أم نحن أمام عدة محاولات؟ هي عدة محاولات تجري يوميا، يتم اقتحام كرة وفر اشتباكات ثم يقومون بالانسحاب واستخدام تعزيزات جديدة ويتم اقتحامها في اليوم الذي بعدها بعد استخدام تعزيزات جديدة وتجديد القصف عليها. نعم نعم. طيب سأكتفي بهذا القدر معك عبد الرحمن، ثم نعود لمتابعة أي تفصيل فور وروده. شكرا جزيلا عبد الرحمن الحوراني الناطق باسم شبكة شام الإخبارية، كنت معي عبر الهاتف من درعا.